أهلا بكم من جديد. أعلن رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي انطلاق عملية إرادة النصر الخامسة التي تشمل مناطق شمالي محافظة كربلاء وجنوبي محافظة الأنبار، وقال إن العملية تجري بإسناد القوى الجوية العراقية وهي تهدف إلى تفتيش وتأمين الأودية والقرى والطرق الموجودة في المنطقة وتأمينها من تواجد خلايا بقايا داعش. تحديدا بالساعة 600 هذا اليوم انطلقت عملية إرادة النصر المرحلة الخامسة، تشمل قيادتين حقيقة، قيادة عمليات الأنبار، قيادة عمليات الفرات الأوسط، تشمل حدود إدارية لأربعة محافظات أو خمسة حقيقة: النجف وكربلاء وبغداد وديالة والأنبار. العملية راح تستمر أيام عديدة، يجري مسح كامل للوديان والمناطق الموجودة والصحراء إلى الحدود السعودية حتى نتأكد من خلو المنطقة من المضافات أو الآثار، إضافة إلى عمليات الإنزال الجوي، وراح تشترك بها أيضا قيادات العمليات للأنبار والفرات الأوسط وقيادات الشرطة في ثلاث محافظات وقيادات الحشد الشعبي والحشد العسكري.